الامتحان على الكتاب. حبايبي النهارده ان شاء الله هنراجع مع بعض اول مفهوم خالص في الوحده الاولى بعنوان المفهوم كله العلاقات الغذائيه بين الكائنات الحيه. مس، ممكن ناخد النهاردة درسين. أول حاجة اتفضل. مش مفهوم كامل، المس كل مرة بتعمل لنا كده، مس كل المسات بتعمل كده. ممكن ناخد حمزة، لا أول هو انت يا حمزة كل شوية عايز تفاصل معايا كده؟ ينفع؟ يلا بينا يا حمزة. الجزء اللي تحت اللي انا مشاورة عليه ده اسمه ايه في النبات؟ جذور، جذور. طيب والجزء ده؟ ساق، والجزء ده يا باشا أوراق. حبايبي يجي في الامتحان ويقول لي اذكر تركيب النباتات. يا جماعة النبات، لما اقول لك تركيب وده عمودة حبايبي، مش لما اقول لكم بتركز. تركيب، لما اقول لكم تركيب اقصد ايه؟ اقصد مما يتكون النبات او يتركب. وقلنا من 3 حاجات، الجذور والايه والايه، الجذور والساق والأوراق. الجذور والساق والاوراق. أوراق الجذور والساق والاوراق، يبقى الجذور أوراق والساق ساق والأوراق. والأوراق حبايبي. لكن لما يقول لك ايه هي احتياجات النباتات، دي حاجة الماء تانية. والهواء والأكسجين والكربون الماء والشمس. الماء والهواء، والهواء الماء والهواء ومساحة والشمس، ملوش الماء دخل والهواء ضوء والشمس، الشمس. يبقى المية والهواء ومساحة مناسبة للنمو وضوء الشمس. يبقى في فرق بين التركيب والاحتياجات. التركيب ده يعني هو بيتركب من ايه؟ 3 حاجات، جذور ساق اوراق. لكن الاحتياجات دي الحاجة اللي هو بيحتاجها بعد كده، اللي هي المياه والهواء وهكذا. طيب حبيبي اتكلمنا عن الجذور وقلنا ايه هي اهمية الجذور يا شام. نعم يا مس. اهمية الجذر تمتص العناصر الماء والعناصر الغذائية، وبتثبت بتثبت النبات بالتربة. الله ينور حبايبي. الجذر قلنا بيمتص الماء والعناصر من التربة، وكمان هو اللي بيثبت النبات تحت في التربة. يبقى الجذور ده مهمة جدا. طب يلا بينا يا أدهم، ايه هي وظيفة الساق يا أدهم؟ نعم، وظيفة الساق، أيوة الساق يا مس بتنقل المياه مس أو العناصر الغذائية من الجذر إلى باقي أجزاء النبات. الله ينور. وقلنا كمان يا أدهم إن هو بيعمل على تدعيم النبات، وإيه إن هو يفضل مستقيم كده، إن هو يبقى واقف. الساق هو اللي بيدعم النبات وبيخليه واقف كده، وزي ما أنت قلت بينقل العناصر لجميع أجزاء النبات. طيب اقول لك ازاي طيب امس مال يا بينقلها. تسنيم، الأوراق وظيفتها إيه تسنيم؟ بس السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام تسنيم. نعم، قلنا حبيبتي الأوراق وظيفتها إيه؟ بس ضوء الشمس بتلطف الهواء. حبايبي قلنا الأوراق دي بيتم فيها عملية مهمة أوي اسمها البناء الضوئي، البناء الضوئي. بناء الضوء. حبايبي البناء الضوئي دوت هي العملية اللي النبات بيحصل فيها على الغذاء بتاعه. طب ايه هو الغذاء بتاعه؟ سكر الجلوكوز، السكر. السكر حبايبي، سكر سكر الجلوكوز. الجلوكوز يبقى هو بيحصل على عملية وليد البناء البناء الضوئي الضوئي يا عن مس. طريق سكر الجلوكوز. عن طريق سكر ايه يا جماعة؟ جلوكوز، جلوكوز. حبايبي قلنا سواء النبات او الحيوان بيتشابهوا بايه، ان هما الاتنين بيحتاجوا الماء والهواء لا والغذاء. لكن من الاختلافات المهمة جدا ان النبات بيصنع غذائه ولا والا والإنسان الحيوان الحيوان بيدور على لا الماء. يستطيع ايه صنع غذائه.
لا استنى يا غد، السرعة غذاء. حبايبي، قلنا عملية البناء الضوئي ديت هي عملية بيحصل فيها النباتات على على الغذاء. غذاء الغذاء، لا الغذاء على والماء الغذاء. وثاني أكسيد الكربون اللي هو بيخليه يكبر. لا 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 لا، هو بيحصل على الغذاء اللي هو السكر. طب بيحصل عليه ازاي بقى؟ قلنا ان هو بيتفاعل 3 حاجات مع بعض. اول حاجة طاقة الشمس، الشمس، صح؟ الشمس، تاني حاجة ثاني اكسيد الكربون، الكربون، تالت حاجة ليه؟ الكربون، الماء، ايه الماء، هو الماء. يا بيتفاعلوا مس سوا بتقلي يا وبيديني مس ايه وايه واحد بقى؟ أكسجين وسكر، سكر السكر والاكسجين. أكسجين حبايبي هو المية دي النبات بيجيبها منين؟ من من الشعيرات الجذور. الجذرية، من الشعيرات الجذور الجذرية، من الجذور. الشعيرات طب الجذرية. حبايبي مين اللي بيمتص ثاني اكسيد الكربون؟ بس الاوراق. الأوراق، الأوراق، ومين اللي الأوراق، بيمتص ضوء الأوراق، الشمس؟ الأوراق، الاوراق. الأوراق، الأوراق، قلنا مادة ايه اللي موجودة جوه الورق هي اللي بتمتص ضوء الشمس؟ الفل، كلوروفيل. الكلوروفيل. الله ينور. الكلوروفيل يا جماعة قلنا هو بتمتص. قلنا الكلوروفيل ليه أهميتين، ايه وايه؟ بيحافظ يا مس على اللون الأخضر للأوراق، اه بيدي للنبات اللون الأخضر، وكمان بيمتص ضوء. وبيمتص ضوء الشمس. يبقى الكلوروفيل هو اللي بيمتص ضوء الشمس. وقلنا ان الاوراق دي عندها ثغور، الثغور ديت بيدخل عن طريقها الزهور. ثاني اكسيد الكربون. وقلنا ان المايه بتيجي من الجذور تحت، واول ما الثلاثه يتوفروا يا جماعه يحصل بناء ايه؟ البناء الضوئي يا مس بيطلع بناء عنه ضوئي. بناء ضوئي يا مس. سكر الجلوكوز والأكسجين. جماعه ايه هو الناتج الثانوي للبناء الضوئي؟ سكر الجلوكوز، سكر سكر الجلوكوز، الجلوكوز. اللي قال الجلوكوز غلط. إيه يا جماعة الهواء، اللي قال الهواء، الجلوكوز بخور الأكسجين، الماء. بخور الماء. الأكسجين. 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 حبايبي مس أنا اللي يعني ايه ناتج؟ جاوبتها، ممكن لو سمحت مس تركزوا؟ مس أنا قلتها، مس بعدها هم قالوا السكر. حبايبي وانا قلتها قبل انا، ما تقولي حبايبي كملي انا ليه بس. بقول جماعة يعني ايه ناتج ثانوي؟ ناتج ثانوي يعني إيه؟ النبات مش بيحتاجه. هو الأكسجين ده النبات بيحتاجه يا جماعة؟ لا 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 يا عمو، هو لا يا عمو، بيطلعه هو بيطلعه وبيطرده براه، هو مش بيستخدمه، عشان كده بقول عليه ناتج ثانوي. لكن السكر ده مش ثانوي، السكر ده هو بيحتاجه وبيتغذى عليه وبيحصل بالطاقة بتاعته عليه، فده ناتج مس. أساسي مش ثانوي. طب والله يا يبقى مس انا قلت الثانوي، يا مس يبقى الثانوي حوالي الاكسجين. طب والله يا مس جماعه انا ايه قلت هي؟ الاكسجين قبل كده. انا عارفه يا ادم حبيبي وسمعتك، انا عارفه وسمعتك حبيبي. ايه هي الاحتياجات الاساسيه للنبات؟ سكر، الجلوكوز، لا يا مس الاحتياجات الأساسية ثاني اكسيد تربة، الكربون مس وثاني اكسيد تربة وماء الشمس. وثاني أكسيد الكربون ضوء الشمس. حبيبي قلنا الميه، الميه، الميه وثاني اكسيد الكربون وضوء الشمس، ده احتياج اساسي عند النبات. النبات ما لكن يعرفش صعبة يا مس ينتجه مش أساسية. حبايبي، النبات ما يعرفش ينتج ولا الميه، ما يعرفش يعمل ميه ولا يعمل ثاني اكسيد كربون ولا ضوء شمس، عشان كده هو بيحتاج ليهم دايما، حاجه غير حاجه اساسيه في حياته، زي الهواء عندنا كده، زي الميه عندنا حاجه اساسيه. يبقى الماء وثاني اكسيد الكربون وضوء الشمس. لكن السكر اللي كان بيقول السكر غلط، ده غير اساسي. طب ليه يا ميس غير اساسي؟ وليه الاكسجين كمان غير اساسي؟ قال لي عشان هو بيقدر ينتجهم فبمزاجه ينتجهم في اي وقت، لكن الميه وثاني اكسيد الكربون وضوء الشمس دي حاجه غير حاجه اساسيه. ايه يعني ايه سكر الجلوكوز؟ السكر اللي هو بياكل اللي بتغذى عليه؟ سكر نوع من انواع السكر، زي السكر اللي انت بتاكله بتشربه كده عش في الشاي او بتشربه في العصير، بس ده سكر اسمه سكر الجلوكوز. يا مس هو سكر الجلوكوز ده اللي هو شبه عسل الجلوكوز؟ يعني او يعني هو في أصل نق في يعني عسل؟ هو ده نوع من انواع، ايوه الاتنين جلوكوز، بس ده على هيئة سكر وده على هيئة عسل، آه أصل في عسل تمام؟ اسمه جلوكوز. ماشي ايوه عسل الجلوكوز تمام. مظبوط حبايبي. يبقى تاني، احنا عندنا السكر والاكسجين ده حاجة اساسية ولا غير اساسية؟
أساسية. غير أساسية. غير أساسية. أساسية. ليه غير أساسية يا أساسية؟ ناس. لا غير أساسية. ليه غير أساسية وليه بقول عليها احتياجات غير أساسية؟ قال يا ميس عشان النبات بيقدر ينتجهم في أي وقت، فممكن إيه ينتجهم براحته وقت ما يحتاج حاجة. هو مش طول الوقت 24 ساعة بيحتاج إيه سكر وأكسجين، لكن المية وثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس حاجة أساسية بيحتاجهم طول الوقت، لكن السكر والأكسجين يستطيع إنتاجهما في أي وقت. زي التربة يا ميس، التربة مش أساسية عشان أنا مش شرط أزرع في التربة، ممكن أزرع البذور خارج التربة زي في القطن أو الورق. تمام تمام مين عنده تمام يا مشكلة؟ ماما. يبقى يا جماعة السكر، السكر والجلوكوز ده أساسي ولا غير أساسي؟ أساسي يا ناس، السكر والجلوكوز دول غير أساسي. أساسي. يا جماعة مين بيقول أساسي يا جماعة؟ يا أساسي. جماعة أساسي ولا أنا غير أساسي؟ غير أساسي. غير غير أساسي. أساسي يا ناس. حبايبي قلنا تاني النبات بيحتاج لكيان وإيه بقى وإيه؟ الهواء ماء والمياه وضوء وضوء من الشمس. الشمس ومساحة مناسبة. حبيبي قلنا إن التربة حاجة أساسية ولا غير أساسية؟ غير أساسية. غير غير أساسية. حبيبي قلنا إيه الأحسن، أزرع في التربة ولا أزرع في القطن أو المناديل؟ التربة. أزرع في التربة. التربة يا معلم. ليه؟ لأن أزرع التربة بيتوفر فيها جميع العناصر الغذائية اللازمة. الغذائية. بيتوسع فيها البيئة. حبايبي التربة بيتوفر فيها جميع العناصر الغذائية اللازمة للنمو. حبايبي ايه اللي هيحصل لو انا غطيت النبات وما عرضتوش للشمس؟ هيدبل ويبوظ ولا هيدبل ينمو. ويبوظ ويبوظ عينمو أساسية. ضعيفا، عينمو ضعيفا ويصبح الاوراق صفراء لحد ما يدبل. وايه يا جماعة؟ مس ينمو. عشان ضوء الشمس حاجات أساسية. الله يعني. أيوة يا مس. وكمان يا مس، الإنسان لو قعد في شمس ربع ساعة جسمه هيكتسب فيتامين سي. يا بنت يا بنت. حبايبي قلنا الجذور دي هي الجزء اللي في النبات بينمو تحت التربة، وقلنا الجذور دي بتحتوي على شعيرات صغيرة اسمها الشعيرات الايه يا جماعة؟ شعيرات جذرية. جذرية. الشعيرات الجذرية. حبايبي قلنا الجذور، الجذور بتثبت النبات في الأرض وبتمتص الماء والعناصر اللازمة منين؟ من من التربة. التربة. من التربة. من التربة. حبايبي قلنا الشعيرات الجذرية هي عبارة عن زوائد شعر كده صغير، زوائد تشبه الشعر توجد على الجذور. قلنا وظيفة الشعيرات يا جماعة إن هي بتزود كمية الإيه؟ العناصر الغذائية. آه يا جماعة هي العناصر. بتساعد. حبايبي هي بتساعد الجذور، هي بتخلي الجذور تمتص كميات أكبر من الماء والعناصر وتوديها للإيه؟ الغذائية. وتوديها تودع للجذور. للساق وتنتشر في أجزاء في يبقى حبايبي أجسام تاني مين النبات. اللي بتساعد، مين اللي بتساعد على امتصاص كميات كبيرة من الماء والعناصر اللي بيمتصها النبات؟ الشعيرات الشعيرات الجذرية. الدموية. الشعيرات الله ينور. الجذرية. جماعة مين اللي بيوصل الماء والعناصر من التربة للجذور؟ الساق. لا الساق. بقول لك من التربة للجذور تربة للجذور. الشعيرات الجذرية. الشعيرات الجذرية. حبايبي مين اللي بي يا جماعة ما هو الجذور اه يا مس بتاخد المية من التربة، مين اللي بيساعد فبتديها الجذور بقى؟ للجذر. الشعيرات الجذرية تعالى تجزاية. مين مش فاهم؟ فاهمين يا مس؟ حبايبي فاهمين يا مس؟ الساق بقى. تمام. انا اول واحد فاهمين يثبت. حبايبي الساق. قلنا بيحتوي على 2 من الأوعية، أوعية الخشب وأوعية اللحاء. الحياة. حبيبي أوعية الخشب قلنا بتساعد إن الماء والعناصر بتطلع من فين لفين؟ بتطلع من الجذر إلى من الأوراق. الجذر إلى الأوراق. آه يبقى تاني يا جماعة من، يبقى من تحت لفوق. فوق. قلنا الخشب أو أوعية الخشب بتساعد إن النبات أو بتنقل العناصر والماء من الجذور تحت إلى الإيه؟
لا فوق لا الأوراق، فوق، من تحت قلنا لفوق. الأوراق فوق. تاني حبايبي فكروني بأوعية الخشب، قلنا إيه هي الأوعية اللي بتنقل الماء والعناصر من الجذور تحت إلى الإيه؟ إلى التربة، إلى التربة. يا جماعة تربة إيه يا جماعة؟ بقول لكم بتنقل يا الماء باشا ده والعناصر من الجذور الجذور. للإيه؟ لا 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 اتلخبطنا مين اتلخبطنا بس. العكس بقى؟ مين اللي عكسها؟ أوعية اللفاق. اللحاء بتجيب اللفاق يا باشا من فوق لتحت. حبايبي اللحاق بينقل ايه بقى؟ سكر. لا الجلوكوز، سكر وجلوكوز. سكر جلوكوز الجلوكوز بينقل سكر الجلوكوز من الاوراق من فوق الى باقي الأوراق اجزاء إلى الايه؟ الجذور، إلى الجذر. الجذور. حبايبي الحته دي مهمه قوي، الاوعيه دي قلنا أوعية الخشب واللحاء ده على بعضه اسمه جهاز الإيه يا جماعة؟ الجهاز، الجهاز ال جهاز اسمه، جهاز اسمه الساقية يا مس. يا جماعة. أيوة لا الأوعية دي عبارة عن اسمه جهاز النقل في النبات. جهاز قلنا عشان هو جهاز بينقل الجهاز. جماعة، ما هو سواء الجلوكوز أو سواء العناصر والمية الاتنين بينتقلوا فبنسميه جهاز الإيه يا جماعة؟ أكله جهاز النقل. جهاز ايه جهاز النقل النقل. جماعة؟ قلنا في النقل النبات اسمه في النبات اسمه جهاز النقل، لكن في الإنسان عندنا اسمه جهاز الايه؟ نقل. الجهاز التنفسي. لا غلط. لا دوري جهاز دوري جهاز دوري جهاز الدوري. دوري. الدوري الدوري. الله ينور. معلش احنا بتلخبطيني بس في الكلام، نعم بتلخبطيني في الكلام يا مس. يعني ايه متلخبطين في الكلام؟ مش فاهم يعني قصدنا على، خلاص يا مس، حبايبي. احنا تاني حبايبي قصدنا على تاني، أوعية الخشب، أوعية الخشب واللحاء في النبات اسمها جهاز النقل في النبات، لكن الإنسان عنده جهاز اسمه جهاز ايه؟ هو اللي بينقل بقى المية الدوري. والحاجات دي. الدوري الدوري جهاز الدوري. حبايبي. قلنا الساق كمان بتدعم النبات وتساعده على الوقوف واقفا، بقى واقفا. اه يا مس، مين يقول لي السيقان كلها انواع السيقان؟ اسأل أنا بس انا عايزه معاذ. معاذ ماما بس. يلا حبيبي. انواع الساق يا معاذ او اشكال الساق. مس معاذ خرج. يلا احمد الشامي. احمد الشامي نعم يا مس، كان المايك مقفول. اتفضل حبيبي. شكل الصوت يا مس، قول لي كده اللي انت تعرفه. كل كلمة تتحول. الساق تمام يا بنت. الساق أمس ينتقل الماء وعناصر غذائية خلال الساق حبيبي المريض عبر احنا قلنا في اشكال للساق، اشكال كتير زي حبيبي. سيقان قولوا ركزوا الخشب معايا. وسيقان رائسة مستقيمة وسيقان متسلقة وسيقان دررية سيقان ممتدة. الله ينور حبيبي. قلنا السيقان الرأسية المستقيمة دي ساق بتبقى موجودة فين؟ في الورود، الساق الرأسية المستقيمة في في الأزهار، في الأزهار في والورود، معظم الأزهار. في الأزهار، معظم في الأزهار. الأزهار، يبقى تاني حبايبي السيقان الرأسية المستقيمة موجودة في معظم الأزهار، 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 الأزهار. جماعة طب السيقان الخشبية الأزهار، موجودة فين؟ في الشجر، في الأشجار، في في الأشجار الأشجار يا مان. والشجيرات حبيبي. السيقان الدرانية موجودة فين؟ البطاطس، البطاطس. البطاطس، في نبات البطاطس. البطاطس.
حبيبي أصدقائنا المتسلقة موجودة فين؟ العنب 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 العنب. حبيبي أمال أصدقائنا المدادة؟ فراولة. الفراولة أصدقائنا الفراولة. فراولة فراولة حبيبي مين الصقان اللي بتنمو افقيا؟ مثل أفقين دي اللي هي بتكون مش حبيبي افقيا يعني الصقان كده الخشبية يعني والصقان بالعرض كده. المستطيلة. غلط. لا غلط. افقي بالعرض ده افقي بس افقي الغزة يعني أفقي المدادة. هيبقى المدادة. يا مس يعني يا عم يعني طويلة مش من فوق لتحت يمين بصوا كده شمال. بصوا كده يا جماعة ركزوا، هتلاقوا في ساق طالعة اهي افقيا بالعرض. بالعرض مش بالطول عشان ايوه اتلخبط منه. دي ماشي الثقان اللي هي هنقول يا جماعة المداد المدادة المدادة. المدادة حبايبي قلنا ان النبات بيحتوي على فتحات صغيرة في الاوراق بتسمح بمرور الهواء، اسمها ايه؟ الصغور الصغور. الزهور الزهور يا ناس حبايبي زهور قلنا النبات أوراقه صغيرة تشبه الإبر زي شجرة الإيه؟ صنوبر صنوبر. صنوبر وقلنا إن هو الصنوبر أوراقه عريضة ومسطحة زي شجرة الإيه؟ الموز الموز. الموز خلاص الشغل ده حبايبي قلنا أهمية الكلوروفيل، أهمية الكلوروفيل إيه يا هدى حمودة؟ لو تقول له حاجه لو مش أهمية الكلوروفيل حبيبي. انت عارف لو والله هيعملوا قنص على الحاويه هذا الورق ما هو هدى مس أهمية الكلوروفيل. والله لو بدأ الحاوية الاسم ده مكتوب ده يعملوا خمسة على الحاوية، لو الحاوية راحت الميناء يعملوا لها خمسة يتسبن فيها و جماعة اللي عنده صوت ده يا ريت يكتمه لو سمحت، تمام يكتم المايك، مس هو ده بس يقفل اللي عليها المايك. كده ايه حمودة اللي عليها الصوت ده عارفة يا هدى ولا مش عارفة؟ مش عارفة يا مس طب ركزي معايا هدى، يلا جوري. يا مس يد النبات لونه اخضر ايه كمان يا جوري غير اللون الأخضر؟ بيمتص ايه يا حبيبتي؟ بيمتص الهواء. غلط. لا ده ضوء الكلام ده الشمس ضوء الصخور الشمس ضوء الشمس يا مس ضوء الشمس جماعة. الله ينور. الكلوروفيل ضوء الشمس، الهواء هو اللي بياخد مش الصخور، الصخور الصخور هي اللي ضوء بتاخد الهواء. الهواء ماشي. طب مثلا تسألني في الأول ما دخلت وأنت ما سألتنيش خالص. هسألك يا حبيبي ما تقلقش. يلا يا آدم، ماشي يا سيدي قلنا يا آدم إن الإنسان والنباتات الاتنين بيحتاجوا الحاجتين اللي هما الطاقة، والاتنين بيحتاجوا الغازات. طب فكرني كده يا آدم، إزاي النباتات بتحصل على الطاقة؟ بتحصل على الطاقة يا مس ازاي؟ الصغور يا مس اللي في الأوراق أيوة، عن طريق بتمتص عملية اسمها إيه؟ البناء الضوئي. الله ينور عليك. يبقى النبات بيحصل على الطاقة والغازات، وهو بيدخله الغازات عن طريق الصخور، بيتنفس عن طريق الصخور. طيب قول لي كده فكرني، الإنسان بقى بيحصل على الطاقة إزاي؟ من خلال الأكل والشرب التناول الطعام. الله ينور عليك حبايبي، ركزوا معايا وافتكروا معايا. قلنا الإنسان أول حاجة بياكل ويمضغ الأكل عن طريق الفم، وبعد كده بيبلعه وينزل البلعوم، وبيروح وبعد كده بيروح المعدة المعدة، فالمعدة بتحول الأكل لعناصر غذائية وسكر الجلوكوز في الجهاز الهضمي. ايه مس
يبقى حبايبي زي ما النبات الاكل بيتحول فيها سكر جلوكوز، عندنا برضو بيتحول لسكر جلوكوز وايه وعناصر غذائيه. حبيبي مين اللي بياخد عناصر العناصر غذائية. الغذائيه وينقلها بقى؟ طب مثلا الجسم كله. الدم انا مثلا، مثلا دم يا مس، الدم دم حبيبي، الدم بل. هو اللي بياخد العناصر ديت وينقلها لجسمي كله. حبيبي الانسان بيتنفس اكسجين عن طريق الجهاز التنفسي، بيستنشقه عن طريق الفم او الانف، انت وبعد بعد كده مين، وبعد كده بيروح الرئتين، كده ومين برضو اللي بينقل جماعة، مين اللي بينقل الاكسجين برضو لكل الجسم؟ القلب عن طريق يا مس الدم مس برضو حبيبي. صح، يبقى الدم ده، الدم ده هو الموصلاتي، هو الموصلاتي اللي بينقل العناصر الغذائية وبينقل الأكسجين لكل الجسم. ايه بس حبيبي كمان مين فاهم مش يفكر، اشرح حاجة. مين يفكر؟ يلا بينا يا حمزة آدم، حمزة اديكم شكر حمزة آدم معايا ماشي. بس ايوه لسه موجود. يا جماعة، بقول أدهم مش آدم. أدهم بس وقفل المايك ماشي، بس لسه يعني بس ثانية هعمله، بس يلا يا أدهم، عشان مهم ناقص تاني يتكون الجهاز الدوري. ثانية. يلا جودي، بس مما يتكون الجهاز الدوري؟ القلب القلب. والدم شاطرة. والدم. والشرايين. اه ما اسمها يا جماعة، ما هو الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية التلاتة على بعض اسمهم أوعية ايه يا جماعة؟ أوعية دموية دموية. أوعية دموية اسمها ايه؟ أوعية أوعية دموية. دموية. تاني يا جماعة بقى، تاني. الجهاز الدوري 3 حاجات: قلب، عادي ما أوعية تسأليني دموية، بس، قلب ودم. وأوعية دموية ودم. لما أقول لك بقى إيه هي الأوعية الدموية تقول لي يا ميس 3 حاجات: الشرايين والأوردة والشعيرات. الدموية دموية حبيبي قلنا القلب بيحتوي على كام حجرة؟ 25. أربعة أربعة، 4. الأذينان والبطينان. والبطن حبيبي الأوعية الدموية كام حاجة؟ 3. الشرايين، الأوردة الشرايين الشرايين والأوردة والشعيرات والأوردة الدموية حبيبي. والشعيرات قلنا الدم الدموية بيتحرك في اتجاه واحد واحد عبر الأوردة. حبيبي. قلنا مين يفكرني او يقول لي ايه هي الشرايين؟ الشرايين تنقل يا مس الدم، مس تنقل الدم والقلب. من القلب للحرق يلا الجلد يا آدم، لأول يلا ظروف يا الدم آدم، وتنقل للقلب. لا تنقل الدم. يلا يا آدم أيوة اتفضل. الشرايين يا مس بتنقل الدم من القلب لباقي أنحاء الجسم، والأوردة لا انا بتنقل مش عايزاك الدم. تقولي الاورده، واحده واحده يا ادم لو سمحت. انت قلت لي ايه هي تعريف الشرايين؟ هي اوعيه دمويه تنقل ايه يا حبيبي؟ تنقل الدم المحمل اه احنا بالأكسجين قلنا الدم لباقي ده يا الأجسام. ادم بيبقى فاضي ولا محمل بالايه؟ الأكسجين أنا قلت لسه محمل بالأكسجين بالاكسجين والعناصر. الغذائية من ايه، منين اللي فين بقى؟ من القلب اللي بقى أنحاء الجسم. شكرا، يلا بينا يا حمزة زي احمد مس الشامي. أرجوك. طب نعم ماس يلا حبيبي. والدم راجع يا احمد من الجسم بيبقى نعم محمل ماس بايه وهو مروح من اجزاء الجسم؟ من شرايين يا ماس. حبيبي هو دلوقتي انتقل عن طريق الشرايين وراح أجزاء الجسم كلها من القلب للجسم. طب هو أي مروح بقى من أجزاء الجسم ومروح بيبقى محمل بإيه؟
بالأكسجين والجلوكوز من القلب إلى أعضاء الجسم وعضلات وعظم من الخلايا اللي يساعد لا الجسم لا غلط غلط. في الشفاء. يلا يلا حمزة، نعم يا مس. وهو راجع من أجزاء الجسم وراح للقلب بيبقى محمل بإيه الدم؟ الدم محمل بثاني أكسيد الكربون الله ينور، وبواقي والفضلات اللي هي بواقي الأكسجين. وباقي الفضلات يا مثل اللي هي الأكسجين. الله ينور. طب وهو مروح بيروح عن طريق الإيه بقى؟ عن طريق الأوردة. الله ينور. يبقى تاني يا جماعة، الأوردة دوت بتنقل الدم المحمل بثاني أكسيد كربون والفضلات اللي هي بواقي الأكسجين من اللي فين بقى، من أجزاء الجسم إلى إلى فين يا جماعة؟ ايه بس انا جبتها بس غلطت اسمها صح؟ يا جماعة انتوا مش مركزين معايا ولا ايه يا جماعة؟ يا بس لا نعم يا بس حبايبي، قلنا انه ايه هو الجهاز الدوري في الانسان؟ قال لي ده جهاز بيتكون من القلب والاوعية الدموية وبينقل العناصر والاكسجين الى خلايا ايه يا جماعة؟ خلايا الجسم. خلايا حبايبي الجسم فكروني، اوعية الخشب قلنا هي اوعية دموية، او هي اوعية معلش تنقل المياه والعناصر من اللي فين؟ من أسفل لأعلى، أو من من الجذور أسفل إلى باقي لأعلى أجزاء الجسم النبات. طب أوعية اللحاء النبات يا جماعة بتنقل سكر من اللي الجلوكوز فين؟ من فوق لتحت، من فوق أيوة لتحت، فوق فوق اللي هو إيه يا جماعة؟ من الأوراق للجذور، من الأوراق إلى الجذور. حبايبي قلنا أوعية الخشب واللحاء دي على بعضها اسمها جهاز النقل في للنبات، حبايبي للنبات. قلنا نظام النقل في النبات هي مجموعة من الأوعية. يبقى ايه هو نظام النقل في النبات؟ قال يا ميسا هي عبارة عن أوعية الخشب واللحاء، أوعية بتنقل العناصر الغذائية المهمة في اتجاه واحد بين أجزاء النبات. حبايبي قلنا في عملية البناء الضوئي تتحول الطاقة ايه الى طاقة ايه؟ من طاقة ضوئية كيميائية. الله ينور. حبايبي قلنا ضوء الشمس ده طاقة ضوئية، لما بعد كده بيتكون سكر الجلوكوز فبتتحول الضوئية إلى إيه؟ كيمياء. كيميائية 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 بيبقى تتحول لطاقة إيه مثل حبايبي؟ الزين كيميائية كيميائية. حبايبي العملية اللي انتوا دايما بتتلخبطوا فيها انتشار البذور. يا جماعة ايه المقصود بانتشار البذور يا جماعة؟ مس اللي هو مس النبات ينتشر حبايبي ويعمل حبايبي 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 ده قلنا بس أسهل حاجة، قناتنا الجديدة. أسهل حاجة هو تعريف تمام انتشار البذور. مس هو تنتشر بذور من مكان إلى آخر حتى تنتج نبات جديد. مش عايزة الصوت لو سمحت عشان هقوله، عشان في ناس كتير مش عارفة هو يعني ايه مثل البذور بتنتشر. قال يعني بتنتقل من مكان وتروح مكان آخر، بس يبقى هي عملية انتقال البذور من مكان إلى آخر آخر. تاني يعني ايه انتشار البذور؟ هي عملية انتقال البذور من مكان إلى آخر آخر آخر. آخر قلنا يا جماعة البذور اللي بتنتشر في المية هي بذور جوز الهند الهند. قلنا ليه يا جماعة؟ عشان هو ايه مجوف من الداخل فيطفو على مجرد من سطح، جوه فبيطفو على سطح الايه؟ سطح الماء. النار. جماعة فاكرين البذور اللي كانت بتنتشر عن طريق الالتصاق بفروع الحيوانات؟ بس الحقيقة لا قلنا هي بذور خشنة كده اسمها ايه؟ بذور الكوسة. القطيون الأرقطيون. الأرقطيون القطيون حبايبي القطيون
عندكم في الكتاب مكتوب الأرقاطيون، وهنا كمان ممكن البارقوق صح، يبقى الأرقاطيون. مس البرقوق بذور ولا يعني الطماطم والتفاح كانت بتنتقل عن طريق الإغذاء، قلنا عن طريق عملية الإخراج. طب مين البذور اللي كانت بتنتقل عن طريق الرياح؟ الهندباء، الهندباء. الهندباء الهندباء، وإيه الهندباء كمان؟ والقنطب. القيقب. القيقب، والقيقب. قلنا القيقب ده، قلنا القيقب ده البذور بتاعته شبه الايه؟ تشبه قولي لي. البراشوت غلط. اللي تشبه الجناح. جناح الجناح. وقلنا الهندباء بيشبه الايه يا جماعة؟ الباراشوت الباراشوت. الباراشوت الباراشوت. حبايبي يبقى ازاي البذور بتنتقل؟ ايه هي الوسائل اللي بتنتقل، بتنتشر او تنتقل عندها البذور؟ قلنا ممكن الرياح، ممكن الميه، ممكن الالتصاق بفراء الحيوانات. يا جماعه انتشار وممكن البذور يمس مهمه وانتوا بوزائل بتتلخبطوا، الإنسان. قلنا يا جماعه مهمه وانتوا بتتلخبطوا فيها، وممكن غذاء الانسان. شاطر. حبايبي في حاجه صعبه؟ لا يا مس، لا لا يا احنا مس، كده، احنا كده رجعنا لا يا للمفهوم مس، الاول. لا يا احنا مس. كده رجعنا للمفهوم الاول. الكل يطلع بقى كتاب في سلاح الاضواء. مس صفحة صفحة كم يا مس؟ هقول لكم مس دلوقتي، وفي صفحة دلوقتي؟ ما هقول لكم بس الواجب اول حاجة. ثانية واحدة. حبايبي الواجب، صفحة كم يا مس؟ انا بطلع الصفحة بس. الواجب ايه غير يا ناس؟ الصفحة الكاف. انت لسه بتقول صفحة يا ترى فين؟ حبايبي الواحدة الواجب صفحة، الواجب صفحة رقم 218، ميتين وتمانية وتمنتاشر ومتين وتسعتاشر. تمام. ليش هو احنا ما حللناش على الوحدة الثالثة المفهوم الثاني؟ هنحل. حاضر. 218.